هذا الموجز برعاية فنتلينك آبيا. تقطع السبل بأكثر من 200 مسافر سويدي في مطار أنطاليا التركي ليلة الاثنين الثلاثاء بعد أن تأخرت الطائرة التي كانت ستنقلهم من مطار لاندفيتر في يوتوبوري إلى تركيا بسبب تشغيل أحد المسافرين لإنذار الطوارئ. الطائرة المتجهة إلى تركيا تأخرت بسبب ذلك لمدة 3 ساعات. مسح قام به راديو إيكوت يظهر أن غالبية الأحزاب البرلمانية في السويد تؤيد فرض حظر على سفر المراهقات والأطفال الصغار المعرضين لخطر الزواج القسري أو تشويه أعضائهن التناسلية. أحزاب المحافظين سفاريا ديمقراطنا الوسط المسيح الديمقراطي والليبراليين قالت نعم لتشريع مثل هذا القانون، فيما لم يتخذ حزب اليسار موقفا بعد. لجنة الترشيح لدى حزب الليبراليين تعلن عن ترشيح نيامكو سابوني لقيادة الحزب بعد يان بيوركلوند، وكانت سابوني واجهت منافسة قوية على المنصب من قبل كل من إيريك أولينهاك ويوهان بيرشون الذي انسحب من المنافسة خلال عطلة الأسبوع. المزيد من عمال الطرق في السويد يشعرون بالقلق على سلامتهم أثناء عملهم في الشوارع السويدية وفقا لاستطلاع رأي أجراه مركز سيكو. فخلال السنوات العشر الماضية ارتفع عدد الذين يقولون إنهم يخشون على حياتهم بسبب انعدام الأمان من 47% إلى 91%. سلسلة متاجر الأغذية السويدية هيمشوب وويليس تقرر التوقف عن بيع مواقد الشوي التي تستخدم لمرة واحدة، وذلك لتجنب نشوب المزيد من الحرائق خلال الصيف الحالي. يأتي ذلك بعد أن شهد العام الماضي ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة ما أدى إلى اندلاع عشرات الحرائق في الغابات. هذا الموجز برعاية فنتلينك آبيا.